أما من أهدي إليه معروفا فقد صار به موثوقا، ولزمه إن كان من أهل المكافآت أن يكافئ عليها، وإلا فليقابل المعروف بنشره ويقابل الفاعل بشكره. يعني هنا هذا الكلام ينبه على الشيخ، ينبه فيه على نقطة. الإنسان قد يرى في مجتمعه مثلا جمعية، هذه الجمعية تعنى بالفقراء، تعنى بالمساكين، تعنى بطلبة العلم، تعنى بالفضائل ونشرها، تعنى بأمور تخدم المجتمع في نشر العلم أو في غيره. طيب يراها الناس هذه الجمعية، قد يقول الإنسان أنا ماذا أصنع لهذه الجمعية؟ هي تقبل تبرعات صحيح، لكن ماذا تفعل الخمسة ريالات؟ أنا أسير خمسة ريالات شل عمري إلى هذه الجمعية، زين؟ أو ماذا يفعل الريال ولا الريالان ولا الثلاثة؟ ماذا؟ فيضع ماله دائما أين؟ بعيدا عن هذه الجمعية، ينفق ماله في يعني ما مثلا في إعطاء فلان وعلان، هدية للتقرب إلى فلان وعلان، وقد يكون هؤلاء أصلا غير محتاجين إلى هذه يعني الهدايا أو العطايا، ولا ينظر إلى هذه الجمعية أو إلى المراكز المنتجة في المجتمع تطوعية أو غيرها، أو إلى العلماء المربين، لا ينظر إليهم رغم أنهم بحاجة إلى من يمد إليهم يد العون يعني توفير مستلزمات رعاية هؤلاء الطلاب الذين يتربون ويتعلمون على أيديهم، قد لا ينظر إلى هؤلاء، يبخس ذلك القليل. الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، الكل يفعل ذلك. أين تتوجه الأموال هذه؟ تتوجه بعيدا عن الجمعية، وبعيدا عن هذه المراكز المجتمعية، وبعيدا عن الأماكن التي تنشر الفضيلة بشكل مخطط وواضح وممنهج، فهنا كأنه يضع الأموال في غير موضعها، كأنه يضع الأموال في غير موضعها. فالإنسان إذا أراد الإنفاق، الإنفاق موسع له أن ينفق زين ويتصدق كيفما يشاء، لكن أيضا يكون ذكيا وفطنا حتى في مسألة الإنفاق. فإذا كنت أنا أنفق مثلا في الشهر، مثلا كمثال على عابر السبيل 30 ريال أو 20 ريال كل شهر، ولا أنفق على جمعية أو مركز موجود في بلدتي أعرفه أنه يخرج أجيالا صالحة ولا أنفق عليه أبدا شيء، فهنا يحتاج الإنسان أو ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى نفسه وأن يراجع خطته في الإنفاق. نعم، الإنفاق حلة طيبة وخلعة حميدة إذا خلعها الله سبحانه وتعالى على العبد فصار من المنفقين، هذا يعني بلا خلاف أنه يأسر القلوب، ولكن عليه أن يكون فطنا وأن يكون ذكيا حتى لا يقال أفنى أمواله هنا وهنالك ولم ينتفع المجتمع منه بشكل واضح.